البنت الصبية اللي عم تنبسط بمراهقتها، بس كمان في خوف إنه تنكشف قصتها ويعرفوا العالم، ومع هاد الشي ما عم تقدر تتخلى عن منار، وكل ما يبعت لها شي بتدور على أي حجة مشان تطلع من شغلة وتروح تشوفه وينبسطوا مع بعض. سوزان حبيبتي، أنا فقت الصبح وشفت غسالتي عم تسرب مي من كل محل وعم تقلي غيريني غيريني فوراً، لهيك أنا بدي روح قبل ما يسكروا المحلات، يعني بركي بلاقي شي عرض وباخدها أرخص شوي، شو رأيك؟ ماشي. سوزان؟ ها؟ ليكي حبيبتي، ستي أم أبي عملت عملية ويمكن تموت، إيه ولهيك عم قول إذا بتخليني روح وزورها. ماشي. سوزان، شعراتي لونهم مو ظابط، خليني روح أصبغهم مشان أقدر أقابل الناس، وبالمرة بعمل مينيكير وبديكير، وإنتي بتروحي بس إجي، يلا يعطيك العافية، باي. ماشي. بس في مرة نيرمين حست إنه سوزان مانا طبيعية مثل العادة وتصرفاتها غريبة. أهلين، من زمان واقفة؟ لا هلأ اجيت. انتي امتى جهزتي كل هدول؟ ما نمت بالليل فقلت بجي بشتغل هون احسن لي. اجيتي بالليل؟ انا لما بحس حالي مبسوطة هيك بحس انه في طاقة كبيرة رح تنفجر جواتي. خير ان شاء الله. حابة ولك شو هالخبر الحلو؟ يعني ما صار لك شي تاركي غسان؟ بس مو مشكلة، خبر كويس. ومين هو هالرجال المحظوظ؟ ولا صحيح انتي مثل الصندوق المقفول ما بتحكي هيك شي لرفيقتك؟ غسان يا نيرمين، ليش مين في غيره؟ بس انتي انفصلتي عن غسان، وهلأ غسان وياسمين رح يتزوجوا. دخيلك انتي، لا تردي على ياسمين، ما هن قبل كانوا متزوجين وشو صار بعدها؟ عادي ما اتفقوا وتطلقوا، بس هاي المرة ما رح يوصلوا أبداً لكتب الكتاب. كل شي بيناتهم شكليات مو أكتر، ما في أي مشاعر بيناتهم. سوزان كيف متأكدة من اللي عم تقولي؟ رح قلك كيف متأكدة. كنت مارقة من قدام بيت ياسمين وكانوا البرادي مفتوحين، فقلت خليني اتطلع لشوف شو عم يصير جوا، وشو شفت؟ كل واحد منهم قاعد على كنباية والتاني على الكنباية التانية، وبس شاردين وعم يتفرجوا على التلفزيون لك كتير واضحة، لأنه اللي بيحبوا بيقعدوا هن لافين بعض، يعني نحن هيك كنا نساوي. ما شاء الله. لك سوزان عيب عليكي، انتي ما بيصير تراقبي الناس بهاي الطريقة. شوفي، غسان غلط غلطة وهلأ بلش يحس على حاله، ولهيك بس الطيب ديما ياسمين رح تنقلها لبرا، وبعدين بده يجي لعندي ويترجاني، وبكرة بتشوفي بعينك هذا الشي. صحي، شو بدي قلك؟ هلأ أنا عملت هذا الحلو بس لسه في كمان، شو رأيك نطبخ أنا وياكي؟ أنتي بتعملي صوص الطبخة؟ تذكرت، كتري الصوص لأنه غسان بيحب الصوص كتير، وأنا باخد له الأكل اللي عنده. بالحقيقة نيرمين كانت حابة إنها تهتم برفيقتها وتساعدها، بس أحسن ما تضيع وقتها بقصة الحب الخيالي تبع سوزان، حبت إنها تروح وتلتقي مع حبها الحقيقي. سوزان ليكي، أنا عندي موعد تصوير شعاعي للثدي، خليني لحقه لأن ما بدي أتأخر. بعد إذنك أنا رايحة. أنت عملتي هالفحص ما هيك؟ لازم تعملي لأنه كتير مهم. ايه بسيطة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.